يوميا نصحى يعني الصبح الساعة 4:45 دقيقة مشان نلحق نصل للباص اللي جايبنا على المصنع. أنا اسمي غادة أم صالح من مدينة درعا، حاليا عايش بمخيم الزعتري من مدة 5 سنين، عندي أولاد 3 أولاد وبنتين. يوم دخلنا المخيم يعني كنا جداد، نلاقي صعوبة يعني تجحري على ابنك يطلب منك الشغلة ما تقدر تقبي له إياها، جوزي كبير ما بقدر يشتغل، من جهة الأكل يعني نلاقي صعوبة إنه بدنا مصاري نجيب أكل للأولاد، يطلبوا شغلة ما معك مصاري إنك تجيبيها. أنا يعني يوم فتت على لوحة المرأة والفتاة كانت خبرتي بالخياطة ضعيفة، أول واحدة أعطتني جرأة وثقة بالنفس وأعطتني مهارات في مجال الخياطة، هي أغلب تصاريح العمل كانت للرجال والنساء ما عندها فكرة كيف تحصل على تصريح عمل. التوعية يعني عملت لنا كيف نشتغل برا، قدمنا لطلب هناك وساعدونا انه الطلب يصل لشركة الخياطة وقدمنا ومشي الحال وانقبلنا بالخياطة. يطلب منك يعني اشياء يعني اواعي اكل هذا تكون موجودة انك تقدري تساعدي اسرتك وتحسي انك قدمتي لهم اشي انت فرحانة بهالشيء هذا.